مراجعته السنوية للاقتصاد الإسباني، حذر صندوق النقد الدولي من أن اقتصاد إسبانيا يواجه تحديات قاسية تقتضي إصلاحات بعيدة المدى وشاملة، مرجحا أن يكون الانتعاش الذي بدأ يدب فيه ضعيف وهش. ووصف الصندوق القطاع المصرفي في إسبانيا بالجيد، لكنه لا زال يتعرض لضغوط. وأضاف الصندوق أن مشاكل إسبانيا تتمثل في وجود عجز مالي كبير وديون ضخمة وتراجع كبير في معدل الإنتاجية وضعف القدرة التنافسية. كانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت مؤخرا عن حزمة إجراءات تقشف صارمة وسط قلق داخل أروقة الاتحاد الأوروبي من احتمال اتجاه إسبانيا صوب أزمة مالية على غرار اليونان. أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أن التنبؤات الاقتصادية الاجتماعية الصادرة عن الحكومة الروسية تشير إلى أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد قد تبلغ من 3 إلى 6% ابتداء من عام 2011. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أنه ينبغي ألا تتجاوز معدلات التضخم من 5 إلى 7% في السنة خلال الأعوام القريبة القادمة. وطلب بوتين خلال اجتماع لرسم سيناريوهات مختلفة لتنمية الاقتصاد الروسي خلال فترة أعوام 2011-2013 بتحديد التدابير المطلوب اتخاذها لتخفيض معدلة التضخم بشكل متواصل كي لا تتجاوز زيادة الأسعار السنوية في الأعوام القريبة القادمة حاجز 4 إلى 7%.